السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سي حميده كي دايره؟ ما سهلش كي دايره الدعوة؟ الله يبارك لك سي محمد. ماشي بخير؟ الله يبارك لك سي داير. اش كاين اليوم؟ كاين اليوم واحد السيد تنز عليا البارح. زين شكون هو؟ سي بولا ولا الدبلة ولا اش تنقول ليه؟ كاع راه ولد الوحده. بولا 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 اه صاحبك. وين انا تنعرف بولا مد نفسها وديها، ولكن كاين داك بولا الاخر في الدوديات. هذا عندنا بولا نتاع الهند. اي هذاك ديال الهند. اه البارح برك عندنا قعد على النفار، دير النفار، سخن النفار. زين احنا وليدي بولا راه بحر جايين، عرفتي منين؟ راه من اللي يديه جاي لعندك. راه من الهند جايين، راه 22 ساعة واحد جايين. بطلع عليه اليوم هذاك. راه خويا بولا اليوم يصبر، وكما قال الله للرسول والصبر زين. يصبر اخويا بولا يصبر اليوم، راه غادي بطق عليك سبوت يا عليك بولا. مقالبه هما بيوقعوا لك اليوم. لا اله الا الله. دابا راه بغيتي تبدل الحوايج ياك. ايه غادي نعاود نتبدل عليك. اسي بولا. اسي مولاي. كي داير مولاي؟ الله يسلم في نعمه شامله. هانيه الدعوه. والله يا خويا الا بخير. كلشي بخير. الحمد لله والشكر. الله يا خاص تعني واحد نص الصباح هو تيعيط ليا، قال لك جيب ليا بولا راه توحشتو شحال هادي ما شتو. جيبو ليا، قال لي بغيت نكرمو. تي انسيستي وتيعاود قال لك بغيت نكرمو. ما عرفت انا دابا المشكله ما عرفتوش. فراس هذا بعيد المرأة اليوم ياك ما دخلتي ياك ما سحبوا شي مرأة هنا ولا شي حاجة. اليوم عيد المرأة، والله إلا عيد المرأة اليوم. ها هي 8 مارس. تحية لجميع النساء. المرأة مدرسة إذا أعددتها أعددت منتخبا كاملا خطوطي. هذا الشيء اللي كاين. دابا شوف عزيزي، دابا حنا غاديين عند السيد نشوفوا هذه الهمزة هذه شنو فيها خويا. دوزي بعداك نزل البوتوكس. ها؟ دوزي نزل البوتوكس. لا 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 راه اليوم عيد المرأة خصني نمشي زويون ديال المكياج. الله يهديك. راه انت زوين. لا خصني ندير المكياج والبوتوكس. لا لا المانيكول والبيليكول. الله يرحمك. لا انت لا زوين والله. لا بيليكول بلا مانيكول. انت زوين طبيعي. طبيعي. زينك طبيعي انت يا. فرحتيني 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 فرحتيني. الله يرحم طرزة. يلاه بقى نشوف هاد الهمزة اش فيها. يلاه. دار معايا حدا مرجان. يكون فيها خلا ضربة بعدا كنمشي نلبسها البروتيج. صدق ابو الله الشريف هو اللي تسناك. شوف 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 الله أكبر شوف 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 البارح في المنامة ولا لقى الحاج عمر. اسمع تكلم ابو الله تكلم بعدا تكلم. كنت البارح في البحرين في المنامة ولا لقى الحاج عمر هو يقول يا الله يرحم باك غادي غادي يصدقوا عندي ولي عطيهم باش يدوزوا رمضان حتى العام الجاي. يا هكا خويا ابو الله شوف واش هي هذه كلها وامانتو. هذه هذه كلها وامانتو. ها واحد بولا واحد لا لا خمسة هادو ما تجيو. عطي بركة قالك سير حتى العام الجاي إن شاء الله. وسامحني ما كاين بس ما كاين مازال حد ما كاين بس لازم تطيح عندي الزيت الزيت ما بلاتي. أشوف لا لا الحطة الحطة واعرة شوف الله يرحمك. إلا حوايج الله يعطيك. الله يرحمك. إلا الفقر يا من الطربوش. الله يرحمك. حبذا على الله واعرة. إلا به الفقر يا من الطربوش. الله يرحمك. لا لا حميدة شوف. لا لا عصروا عليك. عصروا عليك حميدة. عاود فيكني من نهاش البارح. شوف ما عندي ما نقول. وحمي هاد البركة دابا هذيك قال لك حتى العام الجاي وجبتك اخرى. واش يبغي يحكي مع العائله كلها؟ قال لك سير هذيك كخبي عليه. اتسنى حميده ضرب عندنا الاس اليوم انتم شوفوا. الله يسر لك اخو حميده. الله يسر لك انت. اللهم بارك.
اللهم بارك. لما طلع بيني ما جات بيني يطلع. سير سير اخو حميده سير سير. كاين شاشي كاس سعيد. كاين اخو حميده كاين. سيد الحاج. عطيني قلت له هكذا انت حيد هرقد لي. كاين اخو حميده الله يبارك فيك. كيف سكتت كيف سكتت كيف؟ واي سكتت عليك. هكذا انت دابا راك. لايك بدار عندك الكلام. الله يسر لك اخو حميده. اطلع لي في راسك. خويا بولا اسيدي اش بان لك اخويا الله اللي غادي يخلصك واش انت متقن داك ما قامشتي انت متقن دا توجهناك الله يعطيك الحق خطايا ما يخراو علينا دابا شوف والله يا اخويا نبيل اخويا انت انا عايش في الحلم وقتيق صافي بس الحوايج التمثيله تخاد صافي انت متي ياخذ بزاف حاس حاس بعدا كحال راك حاس لهنا حيد الفيستا هذاك شفت انت تيقتي حيد الفيستا حيد الفيستا والله الا ديولو والله الا تحميده بالله والله الا هذيك اللبسه كامله تحميده ما يمكنش اقسم بالله والله المكاسه اللي شرا حميده ولا شرا ماشي المكاسه والله سيدي لا ديال حميده هذيك اللبسه كامله التسنطيه كامل بحرين تسن اقسم بالله الا شتي هادشي اللي وقع لك اليوم سيناريو واخراج عتي ديال من ما عرفتش انت اخويا نبيل ملك دخلت عليك بوزون وحق الله الا هو اللي قالت لك هذا السيناريو هو اللي قالت لك هذا الاخراج هذا وقال لي سلم على خويا بولا وسلم على حميده وقال لكم انت وحميده انت بولا وحميده ان شاء الله قال لك راه هي اللي تانستالا ويجيب الرحيل ديالو لتركيا وبيعرض عليكم تجيو عنده ان شاء الله وكذلك الطالوني غادي تكون طالوني حتى هي اشنا هي طالوني بغيت تكون لا هي تما شوفوا هي طالوني حنا اجي اجي بعدا قال لك نبيل واش عقلتي نهار جات الوالده ديالو الله يرحمها ويوسع عليها في هذا النهار نهار جات من الحج هي مشينا عندها هي عقلتي وانا ما عقلت يا الشريفه كانت مع الشريفه كاع بلا ما راه قال لي نقول عليك كان بلا بامر انا واش شحال ضحكت معاهم صاحبي الله سيدي الا قال لي واش عرفتي شحال ضحكنا معاهم يا صاحبي وكرمونا ايوا بصح هو نبيل تيكرم زي ما نبيل لا لا نبيل الله شوف الله الا لا تسلم عليك اخو بولا تيسلم عليك انت وحميده وراه هو مول هاد الفكره هادي لا قال لي ها لي دير البولا ها لي دير لي انا هاد من عندنا من بر تنقول ليه والله الا لقيناه في ازمير ولا في اسطنبول ان شاء الله شوف الله يلاقيك اخو الله يعطيك الودايه انت عشقتك هي الودايه واحد الرب والله انا عشقتك الودايه بالله انا عشقتها هذيك الودايه واش سحرت فيها ولا اش دير؟ اسمع ابو لا الله يا سيدي الا قال لكم قال لي بلغ الاخوان هذه الرساله قال لك راه اون فوا انستالا مزيان في تركيا ويجيب الرحيل ديالو ويستقر غادي يعرض عليكم انت وحميده تجيو عنده لتركيا على حسابه قال لك على حسابه بيجي وهذاك الدري راه هو ديك الكلمة راه بالجهد وراه ما عندها ما نقولو وتحيا لخويا نبيل مول الكلب الرجال ولكن كي جاك هذا المقلب هذا سلام عليك والله انا والله ما كنتش ماشي اجي حاجة حتى في الخيال ما كاينش شي واخا كاع كانت حداك الكاسكيطه انا ما تتمازلاش قلت لك تحت الكاسكيطه ما تجيت ما جبتي ما تجي ما جبتي وانا غادي تلبان انا سيتي تسنى فينا قلت البان سيتي تسنى فينا والقهوه خليتها انا في القهوه والله ما ضبطها هي واش قال الرواد بقاو تما كل من هو طماع بسيرته مهمية سير هذا كيدير الله يلا خرجتي لنا بالله بصحة والراحة خويا بولا هادي ما تعرفش يمشي والله الشيطان ما تطيح لي على على بالو هادي ما تطيحش هادي والله ما تطيح والو وحق الله شوف لا اله الا الله يا هادي ما على بال بولا اقسم بالله هي هاد القضية ما على بالو ما على بالو درناها معاه درناها ليه درناها ليه مفاجأة وضحاك اشنو اللي كاين تلفات لي الحقيقة بولا مني شاف حميدة راك فوق الاس ومشخص وضرب الشابو خلي الشابو حميدة لا 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 دابا دابا تخيل حميدة داخل في الموقف ما يمكن ماشي يقول بدي ايش لا ما تعرف اسكو بيكارات عم بسوكا هو الله يزي بسوكا لا ودابا حميدة منين حطوه بيدخل الموقف هو داخل بحال الحطة هادي ما 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 ماشي يقوى يا بابا ما يقول هذا خلص وزاد اوقاف جمعوا لي كون طاي 20 سنه كنت في نفس بصحه اخويا حميده وبصحه اخويا